مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم. يوم انقضى، هذه أهم أحداثه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر كوب 28 للمناخ في دبي. لليوم الثالث والأخير، المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة. وأكثر من 200 شهيد وعشرات الجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة. تفاصيل أحداث 24 ساعة. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أن شارك في الدورة 28 لمؤتمر المناخ في دبي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى على هامش أعمال المؤتمر عددا من القادة والزعماء بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28. وتأتي مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة. كما أقام السيد رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء تكريما للسيد الرئيس. وعلى هامش المؤتمر، تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى دبي عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، كذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما شارك السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. اليوم الثالث والأخير تتواصل عمليات تصويت المصريين بالخارج اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024. هذا وقد شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الدول العربية وأمريكا والدول الأوروبية خلال يومي التصويت إقبالا من الناخبين الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم. هذا وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أكد المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انضباط العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على مدار الساعة على تذليل العقبات ضد أو التي تواجه العملية الانتخابية. أكد المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية بمقار السفارات والقنصليات المصرية. أضاف أبو زيد أن عملية الاقتراع استمرت لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة في الخارج بمقار السفارات والقنصليات المصرية وسط إقبال من الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري. هذا ويواصل المرشحون الأربعة في الانتخابات الرئاسية حملاتهم لعرض برامجهم الانتخابية، حيث نظم حزب حماة الوطن في محافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعاليات متعددة تنظمها الأحزاب والنقابات والكيانات المختلفة في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤتمرات وندوات لتأييد مرشح من مرشح رئاسة الأربعة أو لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات أو لتحقيق الهدفين معا. هذا المؤتمر الحاشد الذي عقده بمحافظة سوهاج حزب حماة وطن بحضور الآلاف من أبناء المحافظة جاء لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. يمكن النهارده محافظه سوهاج قالت كلمتها بكل قوه، الاف من المواطنين خارج القاعه وداخل القاعه النهارده كانت عايزه تقول رايها وتقول نعم لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده حزب حماه الوطن بيقول كلمته، احنا كنا عند كلمتنا لما قلنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس المرحله. خلال المؤتمر تم عرض الانجازات المتعدده التي تحققت في فتره حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين المحلي والاقليمي، كذلك النقلة التنموية التي تحققت بمحافظة سوهاج وباقي محافظات مصر. طبعا رسالة محافظة سوهاج للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة جدا، هي رسالة شكر ودعم وتقدير وتأييد لما بذله السيد الرئيس في رفعة شأن الصعيد المنسي، الصعيد اللي كان فعلا محافظات نائية لما كانش حد بيسأل فيها. احنا النهاردة بنشهد طفرة شفناها بعينينا، شفناها مشينا عليها بأقدامنا، عشناها في بيوتنا. طفرة كانت فعلا كبيرة جدا لمحافظة سوهاج، حياة كريمة وكل المشروعات القومية التي قامت بها الدولة في عهد السيد الرئيس. فوجب على حزب حماة الوطن وعلى هذه الأمانة أن تقدم الشكر والدعم والتأييد، وبنقول لسيادة الرئيس كل التأييد كل الدعم. الشعب السوهاجي كله معاك. النهاردة شفنا جميع الأطياف، مش بس حزب حماة الوطن، كان معنا جميع الأحزاب وكان معنا جميع القيادات السياسية والاجتماعية في مشهد جميل جدا يعبر عن وحدة رأي الشعب المصري كله، وعلى رسوم محافظات الصعيد اللي بتقول للسيد الرئيس احنا معاك واحنا في ظهرك، لان انت فعلا حميد بلدنا وانت فعلا القيادة الحكيمة اللي فعلا البلد محتاجاها الفترة دي والفترات القادمة. ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع أكد عليها حضور المؤتمر، خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة. نبي الرد الجميل لسيادة الرئيس لاستكمال المسيرة، لاستكمال الدولة الجديدة، وديتي أقل حاجة نقوم فيها لانتخاب الرئيس. وأنا بوجه كلمة لأبناء سوهاج عامة،
انا بقول لهم يوم 10 و11 انزلوا واختاروا اللي انتوا عاوزينه، ولكن امر طبيعي طبيعي، وما جزاء الاحسان الاحسان. ما وجدناه وما لمسناه في سوهاج خلال 8 سنوات الماضيه لم نراه من قبل ولم نحلم فيه، بل هو اصبح واقع وحقيقه الان. الامال فتح فرص العمل لابناء سوهاج. شعب سوهاج شعب طيب وشعب معطاء وشعب مخلص لمن يخدمه. نحن شفنا خدمات لم نراها من قبل من القياسية، وحتى تكتمل الدولة الحديثة والدولة الجديدة لابد من استمرار سيادة الرئيس معنا في الدورة الجاية. حراك سياسي تشهده مصر حاليا مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لاختيار رئيس مصر القادم الذي يتولى مسؤولية البلاد خلال الفترة الرئاسية المقبلة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. نظمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مؤتمرا جماهيريا بحضور قيادات النقابة وألاف من العاملين والنقابيين لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر اتحاد عمال مصر بالقاهرة. آلاف العاملين بالنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة احتشدوا لمبايعة وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العام الذي دشنته ونظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بحضور قيادات النقابة بمقر الاتحاد العام لعمال مصر بالقاهرة. في آلاف العاملين حضروا من جميع أنحاء الجمهورية لتأييد وان هم خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هم طبعا يعني لينا دور في الانتخابات الرئاسيه، ولكن احنا لينا دور برضو مع الرجل الذي حمى مصر وحمى الشعب المصري وحافظ على مكتسبات العمال. فاننا نجد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الانجازات التي تمت، فنحن كعمال مصر وكعمال المرافق العامه من كهرباء ومياه واسكان وصرف صحي، فنحن مشاركين في جميع الانجازات التي تمت. النقابة العامة المرافق بتشمل الكهرباء والطاقة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، ودول هم البنية التحتية اللي مصر كلها شهدت الإنجازات اللي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنشاء محطات كهرباء على مستوى عالي جدا، من إنشاء المحطة النووية اللي بقالنا طموحنا فيها سنين عشان تتبني، والحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي خد فيها إجراء كبير جدا جدا، والحمد لله الوحدة الأولى بتنشغل السنة العام القادم بإذن الله. المشروعات كلها اللي موجودة على مستوى البنية التحتية كلها، كل نقابة المرافق اللي جايين النهاردة يشهدوا على ذلك. إنجازات غير مسبوقة في قطاعات الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحي أحدثت طفرة شاملة وأرست قواعد لبناء الجمهورية الجديدة. من 2014 نحن كان عندنا عجز في الطاقة 20%، النهاردة احنا عندنا فائض وبنصدر للدول المحيطة. قطاع الكهرباء بالذات تم صرف حوالي 3 تريليون جنيه على قطاع الكهرباء للنهوض بيه. كان في 2014 الناتج المحلي من قطاع الكهرباء 38 مليار، النهاردة في 2023 الناتج المحلي 138 مليار. مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى الصعيد يظهر وابتدت الانجازات تظهر فيه، يعتبر إنشاء قرى جديدة من البداية، سواء الصرف الصحي اللي ما شافوش الصعيد من زمان، دلوقتي أجل قرية في الصعيد فيها صرف صحي، فيها مياه شرب نقية، الكهرباء، البنية التحتية اللي تمت، مليارات تم إنفاقها على جنوب الصعيد. نصف مليون عامل ونقابي شهدوا عيان على المشروعات الخدمية في القطاعات الحيوية للدولة والبنية التحتية التي أقيمت في وقت قياسي لفتح أبواب الاستثمار والتنمية على أرض مصر. وتتواصل مؤتمرات واللقاءات الجماهيرية الحاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من الأحزاب والنقابات والجهات الداعمة للانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن. من داخل المؤتمر، عبد الحميد صقر، التلفزيون المصري. تواصل غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أعمالها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى اليوم الأحد 3 ديسمبر. وقد رصدت الحملة إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم على عمليات الاقتراع خلال اليومين الماضيين، في تأكيد يعبر عن شعورهم بواجبهم الوطني تجاه بلادهم واستعمال حقهم الدستوري والسياسي من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
عقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة سوهاج لعرض برنامجه الانتخابي، والذي يتركز على محاور رئيسية ثلاثة. هي المحور الاقتصادي الذي يتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ودعم الطبقة الوسطى، والمحور الاجتماعي يتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص عمل للشباب، كذلك تطوير التعليم والصحة. كما يهدف المحور السياسي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء دولة مدنية ديمقراطية. كما تواصل غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران التي شكلها لمتابعة التصويت المصريين في الخارج أعمالها منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت حتى الآن، وذلك من خلال العديد من مندوبيها الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم. وقد تلقت الغرفة صورا وفيديوهات توثق هذا الإقبال من أبناء الجالية المصرية في الخارج على عملية التصويت. وتناشد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المواطنين في الخارج بأن يستمروا في إقبالهم على التصويت باعتباره واجبا وطنيا وحقا دستوريا للمواطن. تواصل كذلك غرفة العملية المركزية بحزب الشعب الجمهوري التي شكلها لمتابعة سير عملية تصويت المصريين في الخارج تواصل أعمالها منذ بدء انطلاق الماراثون الانتخابي خارج مصر وعلى مدار الساعة في مختلف دول العالم عبر مندوبين من المصريين في الخارج. وقد رصدت غرفة العمليات المركزية إقبالا كبيرا لأبناء الوطن في الخارج على مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات التي تفتح أبوابها من 9 صباحا وحتى 9 مساء بحسب توقيت كل دولة، حيث لم ترصد الغرفة أي تأخير في بدء العمليات الانتخابية. عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري لقاء تنظيميا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية للحزب، وذلك بمقر الحملة بالقاهرة الجديدة. وأكد مسؤولو الحملة على أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء الأمانة داخل الحزب وما يقومون به من جهود لإبراز كل ما تقوم به الحملة، فضلا عن الدور الذي تقوم به أمانة الإعلام داخل الحزب خلال مرحلة الدعاية الانتخابية وفترة الانتخابات الرئاسية. وقد عرض اللواء محمد صلاح أبو هميلة المنسق العام للحملة خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن مناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح. هذا وعقدت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة مؤتمرا شعبيا في القاهرة لعرض برنامجه الانتخابي الذي يحمل الفكرة الليبرالية لحزب الوفد ويحرص على وضع المواطن على رأس قائمة اهتمامات المرشح الرئاسي. وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب أن التعليم والصحة حازوا النصيب الأكبر من اهتمام برنامجه الانتخابي لارتباطهم المباشر بالمواطنين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب انهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة مئات خلال ساعات الماضية جراء قصف مكثف يشمل مختلف أنحاء غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15,000 شهيد، بينهم 6,150 طفلا وأكثر من 4,000 امرأة، إضافة إلى أكثر من 37,000 جريح. هذا وقد دخلت أمس السبت أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري لتتوجه إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى القطاع، وذلك في ثاني أيام انقضاء الهدنة بين حماس وإسرائيل. ومن ضمن المساعدات التي عبرت شاحنتا وقود و50 شاحنة تضم مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية. تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من المشروعات والمصانع في مدينتي السادات وأكتوبر، وخلال جولته سلم رئيس الوزراء عددا من عقود الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
سكن كل المصريين مبادرة رئاسية أتاحت الوحدات السكنية المناسبة لتلبية احتياجات مختلف المواطنين. وفي مدينة السادات بمحافظة المنوفية تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوحدات المنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، واطلع الدكتور مدبولي على نموذج لشقة سكنية من الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس، وأشاد بجودة التنفيذ وبالخدمات المتميزة التي يستفيد بها قاطنو تلك الوحدات. وعقب ذلك سلم رئيس مجلس الوزراء عقود عدد من الوحدات للمستفيدين منها بالمدينة. وحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، فإن تسليم هذه الوحدات جاء قبل موعده بستة أشهر. هذا البرنامج اللي كان الحقيقة كان حلم للقيادة السياسية بدأ من 2014-2015 بأن احنا يعني نصل إلى مليون وحدة سكنية ل شبابنا والأسر محدودة الدخل. والنهاردة الحمد لله الواحد سعيد جدا ان هو فعلا ان احنا النهاردة فعلا بنعلن ان احنا اتمينا وجاري تنفيذ اخر مجموعة من المليون وحدة سكنية. احنا هنا بنتكلم على السكن لكل المصريين، مستوى الوحدات اللي حضراتكم شايفينها اللي هي للشباب والمحدودي الدخل، الوحدات اللي هي كانت بتبقى في حدود 90 متر كمتوسط، ودي كانت للفئة اللي احنا كلنا بنتكلم عليها محدودي الدخل والشباب. انا بتكلم هنا على مليون وحدة سكنية، مش فقط وحدة، وده الاختلاف الحقيقي، ان احنا بنتكلم على مجتمع متكامل، مناطق اللاندسكيب، الخدمات، مدارس، ملاعب، وحدات صحية، كل الوحدات التجارية، كل الخدمات اللي المواطن من يوم ما هيجي يسكن ويستلم شقته بيجد كل الخدمات، والأهم جودة حياة فعلا لهذه الجودة حياة لي ولأولاده. وضمن جولته بمدينة السادات تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنعا للأجهزة الكهربائية، مؤكدا الأولوية التي تمنحها الدولة لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أكد الحرص على تغطية السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير، مشيرا إلى أن نسب المكون المحلي بمنتجات المصنع تتراوح من 50% إلى 85%. كما تفقد الدكتور مدبولي مصنعا للصناعات الغذائية يبلغ إجمالي استثماراته أكثر من 2 مليار جنيه، وصدر للعالم في العام 2023 بقيمة 25 مليون دولار، مستهدفا وصول الصادرات إلى 40 مليون دولار بنهاية العام 2024، كما يستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 مليار جنيه. ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير 20,000 متر مربع جديدة لتوسعات المصنع. وواصل الدكتور مدبولي جولته بمدينة السادات متفقدا مجمعا صناعيا لإحدى الشركات الدولية إخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت المتعددة، يهدف إلى سد الفجوة الاستيرادية من منتجاته بأفضل المواصفات العالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصرية. واختتم الدكتور مدبولي جولته بمدينة السادات بتفقد مصنع شركة للنسيج يعمل بها 4,000 عامل باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وجاري التوسع في مصنعين آخرين باستثمارات تبلغ 3,700,000,000 جنيه. رئيس مجلس الوزراء تابع خطوط العملية الإنتاجية مؤكدا دعم الحكومة الكامل لأي استثمارات وتوسعات جديدة بالقطاع الصناعي. المصانع دي كلها بتشغل آلاف من شبابنا، والحياة كلها اشتغلت في خلال الفترة السابقة، والأهم إنه كلها لديها خطط للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي. يعني احنا بنتكلم في الجزء الخاص بالأجهزة المنزلية بقى المنتجات اللي احنا شايفينها كانت بتتكلم على مكون محلي من 75-90%. النهاردة طبعا موضوع الغذاء، وده يمكن الحقيقة كان مشروع مثير للاهتمام، لان الحقيقة هو شباب فكر فكرة ابداعية ان هو ازاي يطلع مش فقط منتجات تقليدية ولكن منتجات فعلا تلبي احتياجات الاسر الجديدة. الاهم بقية المصانع دي لو حضراتكم تشوفوا هي مزيج ما بين استثمارات اجنبية مباشرة واستثمار وطني. وإلى محافظة الجيزة، حيث توجه رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة حدائق أكتوبر متفقدا الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة سكن كل المصريين، وقام بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين منها.
المسكن والعمل أساسان ترتكز عليهما الحياة، وهدفان أولتهما الدولة اهتماما كبيرا، فتحقق الأول بالمبادرة الرئاسية الأضخم في تاريخ مصر سكن كل المصريين، ويطبق الهدف الثاني بإتاحة فرص العمل بدعم والاستثمار وتمكين القطاع الخاص. إيمان التوني، التلفزيون المصري. عقدت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس 2023 في نسخته الثالثة المقرر انعقاده على أرض مصر في الفترة من الرابع وحتى السابع من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية. إدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة على أرض مصر. ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس 2023 في دورته الثالثة، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. شارك في المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصرات، والسيد توماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط. وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية. وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35,000 زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال. وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستفسارات. حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية. أشكر بقائكم معنا حتى الآن مشاهدي الكرام، انتهت أحداث ليلة. شكرا لحضراتكم، في أمان الله تصبحون على ألف خير.